صحيتو لاباس عليكم كلشي مزيان كنتمنى تكونوا بخير ولقاكم لا فيديو ديال اليوم في احسن الاحوال مرحبا بكم معايا فيديو جديد مهم لا فيديو ديال اليوم راه بديتها معكم الليل دابا راه 9 د الاربعاء غنوريكم شحال في الساعه غدا ان شاء الله غتجي عندي واحد البنت من عائله طراجلي شوفوا باش بلا ما بقى ديما كنقول لكم واحد البنت من عائله طراجلي وصاحبتي مي نقول لكم سلمى غتعرفوها مهم صاحبتي اللي كنت مشيت عندهم ديك النهاريات وراجعوا عندي مؤخرا وشاركت معكم لا فيديو غتجي عندي غدا ان شاء الله غنديروا كاسكروت مع بعضياتنا هنايا وغادي نخرجوا انا وياها لاول مره البنات ما تخيلوش شحال انا فرحانه اول مره غادي نخرج مع صاحبتي غادي نمشيو هكا لشي قهوه نبدلوا الجو غادي نمشيو للمرجان ندخلوا المروه كيابي هكا نشوفوا الجديد في الحوايج ونضربوا دوره مهم غادي نبدلوا الجو صافي علاش بديت لا فيديو من الليل قلت نمشي نوجد هكا شي شهيوات باش غدا نديروا كاسكروت نحيدهم عليا مهم قلت ندير واحد المليويات معمرين كيجيو بلا دانت في الفران وبغيت ندير حريشات معمرين بطون زيتون كحل والفرماج انا غنشاركهم معكم راه كيجيو زوينين البنات علاش قلت نحيدهم عليا دابا غدا في الصباح عندي شي شغيل ما غاديش المهم غادي يدركني الوقت قلت اللهم نحيدهم عليا دابا وغدا نسخن ونحط المهم خليكم معايا البنات دابا راه 9 د القسمين عاد غادي ندخل الكوزينه حيت الشهيوات اللي غادي نوجد ما كيشدوش الوقت بزاف دغيا غادي نوجدهم ودابا غادي نبدا بالمليويات هما الاولين جمعت شعري ودرت الدريره على راسي باش نعجن في خاطري درت هنايا الفورس بوحديتو ما درت لا فينو لا حتى حاجه بالنسبه للدقيقه البنات كديروا على حساب نتوما شحال بيكم وشحال بغيتو انا ما درت غير كميه قليله عندي في داك الطبيط اللي راه الاضاءه مجهده ممكن دايره فيه شويه ديال الملحه شويه ديال السكر باش يعد ليا الذوق وشويه ديال الخميره ديال الخبز زدت عليهم نص خماره ديال الحلوى زدت عليهم تقريبا معلقه كبيره ديال الزيت وغادي نجمع بالمدافي المهم هنايا غادي نحاول ندلكها واحد شويه ما غاديش نخليها ترتاح ديك الساعه غادي نفرقها راني موجده البلاطو دهنه بالزيت غادي نبدا نفرق بالزيت وغادي ندير كويرات صغار كنتو باغيين ديروهم على شكل سيجاره تزيدوا صغروا من هاد الكويرات اللي درت انا بغيتو ديروا بحال اللي درت انا راه هذه هي الطريقه المهم علاش ما خليتهمش علاش ما خليتش العجينه ترتاح لي كان الجو سخون دغيا ترتاح ما بين زعما جيت نصايب الحشوه ساليتها لقيت العجينه طلقات ليا باش هكا ما نضيعش الوقت دغيا نسالي بالنسبه للحشوه البنات عندي هنايا بصيله كبيره شلت طريفات صغار حكيت عليها جوج دروس ديال الثومه عندي هنايا الشعريه الصينيه هي درتها في المدافي حتى طلقات ليا وقطعتها عندي تما لهدان مقطعه طريفات صغار خيزو اللي حكيتو عندي فرماج مربع ما غاديش نستعملو دابا حتى من بعد ما غاديش نديرو مع هاد المكونات الربيع مطحون بالنسبه للعطريه عندي مليحه تحميره شويه ديال الابزار شويه ديال السكينجبير غادي نشحر هادشي هذا في مقيله بزويته وخلاص داك الفرماج كيف ما قلت لكم راه ما درتوش ديك الساعه ها هي الحشوه ديالي وجدات راه كتجي بنينه ها هو الفرماج اللي قلت لكم ودابا غادي ندوز باش نوجد هاد المليويات ديالي اللاطا ديالي راني دايره فيها ورق الطبخ وغادي نبدا نورق في العجينه ديالي غنبدا نورقها مزيان البنات كيف ما كتشوفوا حتى رققت ليا غادي ندير الحشوه غندير فوق من هذاك الفرماج انا شوفوا هاد المليويات البنات راه فايته مشاركهم معكم ولفه كندير فيهم مثلا فرماج الفرماج الاحمر ولكن اليوم ما كانش متواجد عندي كان عندي واحد شويه باش ندير الحرشه داكشي باش درت هذا المهم حتى هذا راه زوين كما قلت لكم كنورقوا بحال الشكل اللي كنديروا سيجارات ديال البسطيله بحال هكاك كنتو البنات باغين انه ما تجيش ديك العجينه بزاف ديروا كيف ما درت انا راني قطعت منها هكايا بالموس وكملت باش هكا تجيني تقريبا بحال الورقه ديال البسطيله واخا راه ماشي بحالها ولكن المهم ما كتجيش العجينه اكثر من الحشوه هنا كندهن بالبيض وبالنسبه للتزيين كما قلت لكم انا مولفه كندير الفرماج الحمر من الفوق دابا حيت ما كانش متواجد عندي درت شويه ديال الشوفه نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتوا غندخلهم للفران يطيبوا راه كنت الفران شاعله كيسخن سخن مزيان ودخلتهم يطيبوا هنا من بعد ما وجدوا ليا شوفوا كيفاش جاوا البنات عرفتوا جاوا هشاشين وجاوا رطب وكيتقرمشوا غير بوحديتهم وديك الحشوه جات غزال البنات غير جربوهم راه غادي يعجبوكم ودابا غادي ندوز نصايب الحريشات اللي قلت لكم تقريبا هنا درت كيلو قل شي حاجه ديال السميده زدت معلقه كبيره ديال الفورص شويه ديال الخميره ديال الخبز شويه ديال الملحه نص خماره ديال الحلوى وغادي نزيد كاس ديال الزيت راه ما درتوش كامل هذاك الشيء اللي بقى لي منه راه ما درتوش كامل حيت الطون كان عندي فيه الزيت وما بغيتش تجيني مزيته بزاف المهم غادي نبدا نبسبس ديك السميده كيف ما كتشوفوا ها نتوما راني وريتكم الكاس راه ما درتوش عامر ديال ما درتوش كامل ديال الزيت المهم بسبسها هي الاولى بداك الزيت جمع داك الخليط وعاد غادي نبدا نجمع بالماء اللي كيكون دافي
كما كتشوفوا، ونحاول انني ندير نديرها جاريه غير واحد شويه حيت السميده راه ما بين نجي نصايب الحشوه ديالها غادي تكون شربات ليا. هنا البنات عندي الطونطو اللي درت هو هذا الزيتون مقطع، وعندي تما كاينه الفرماج الاحمر محكوك. بغيتو تزيدوا شويه ديال الزعتر حتى هو كيعطي بنه زوينه. انا علاش ما درتوش؟ حيت الزيتون الكحل كان عندي فيه الزعتر. المهم كاين اللي كيدير فيها البنات حتى بصيله مشحره، انا ما بغيتش نديرها صراحه ما كتعجبنيش، اكتفيت غير بهذا الشيء هذا. المهم راني درت المقله ديالي كتسخن ليا، راني عندي المقله كبيره كنطيب 5 ب 5 اولا 4 ب 4 كما كتشوفوا. كندير في بلاطو السميده باش ما تلصقليش، وكنفرق بهذيك ديال الحرشه كتعطيني قياس واحد زوينه البنات. هذيك اللي ما عندهاش تاخذها، هاد اللعيبه هادي ديال الحرشه حسن من انكم تفرقوا غير بيديكم، هكا كيجيو الحريشات قد قد. وخلاص الطريقه ديال طيب البنات راه بلا ما نحتاج نوريكم. المقله كتسخن كندير عليها الحريشه حتى كنشوفها شدات راسها، وكنقلبها للجهه الاخرى. وها هما منين وجدوا ليا البنات، شوفوا كيفاش جاو، عرفتوا جاو هشاش، جاو بنان، والله القسم جاو كيحمقوا. اللي ما مجرباش هكا حريشات زعما بالطون وبالفرماج تجربها، راه جاو بنان البنات. وهنا البنات كان لغدا ليه، كان جات لعندي، رحنا جالسين كنديرو كاسكروط. المهم هنا شاركت معكم الطابله ديالنا ديال الكاسكروط. كما قلت لكم دابا راه النهار الثاني ما شاركتش معكم الصباح، شاركت لكم كنت مشغوله، كان عندي شي شغالات وما بغيتش نيت نشارك معكم جميع الدار وداكشي باش ما يجيوش لي فيديو كيتشابهوا. المهم دابا لقيتونا يلاه درنا كاسكروط، غنصايب ماكياج باش نخرجوا، ما غنشاركش معكم الطريقه، غير غادي نزرب هكا يا الفيديو يدوز بالموسيقى، نصايب ماكياج دغيا دغيا نلبس عليا ونخرجوا. المهم خليكم ورا البنات، غنهز من ماكياج صاحبتي ضروري خصني نتشنوا ليها. الماكياج مهم حتى تقولوا لي كيفاش جيت. دابا سلمى غتهبط لي شعري هكا غير شويه بالسوشوار، لبس عليا وديك الساعه نخرج.
البنات انا ساليت جيت لهنا حيت شفت سلمى كتصاوب الماكياج ما ماشي كلشي كيبغي يبان. المهم لبست كسيوه حيت راه الموت ديال الصهد ما بغيت نلبس لا تجي لا حتى حاجه. لبست كسيوه هكا مبردانه غادي نوريها لكم. صافي غادي نكملوا دابا ونخرجوا وخلاص شعري هبطاتو لي واحد شويه هكا بالسوشوان غنخليه غير بحال هكا وغندي معايا شي باندا باش هكا في حاله ما عراقيت ولا شي حاجه نجمع. هنايا دخلنا المرجان خديت للراجل ريحه صراحه عندهم رويحات زوينين ب50 درهم كيديروا بحال الشكل ديال العبار غير هما كيكونوا كيشدوا مزيان. من بعد البنات هنا غادي ندوزوا لهاد الماكازات هكا نضربوا دوره نشوفوا الجديد في الحوايج. دخلنا الكيابي المهم هنا راه غنشارك معكم اي حاجه صراحه حمقوني الحويجات ديال البنيتات الصغار فنين فنين ما شاء الله. انا راه اي حاجه هكا حاولت نصورها معكم وراه كنحاول نصور معكم حتى الاثمنه باش هكا الا كانت شي بنيته تاخذ فكره من عندي وصافي. المهم خليكم على فيديو. وهنايا كنا دخلنا المروه صراحه جابوا كسيوات زويونين لي شوميسه هما تجينات المهم كاينين لبسات زويونين في مروه كاينين كسيوات حتى بالنسبه للبنات اللي محجبين. انا غادي نعاود نرجع انا واختي هي كي دايره الحجاب كتبغي تلبس هكا كسيوات اللي يكونوا محترمين غنرجع انا وياها. وبالنسبه لهاد الكسيوات البنات انا عجبوني هكا كيكونوا صيفيين دابا نرجع ناخذهم ونشاركهم معاكم. عجبتني هذيك اللي فيها الكحل والبيج والاخرى حتى هذيك اللي فيها البيضه هي زويونه. المهم كاينين سنيدلات كاين كلشي زوين. قلت لكم كسيوات اللي شوفوا هاد الكسيوات راه يلبسوهم البنات اللي محجبين وحتى اللي مازال ما دايرينش الدرات هما راه كيجيو زويونين بالنسبه لها كخريجه بالنسبه للبحر. المهم صراحه داكشي كاين زويون. من بعد دخلنا لهاد الماكازار يلاه حلات عندنا في مكناس يلاه شي سيمانه باش داروا لها الافتتاح. راه هنا جيت مرجان سوبر مارشي ومروه وداك التخربيق راهي حداهم جايبين حويجات كيحمقوا كسيوات فنين. شوفوا لي هاد الكسيوه كيفاش دايره لي شوميز جينات سيكان سنادل سبيبطات سبيبطات ديال الحطره سنادل بلاطال وكلشي اي حاجه بغيتوها غادي تلقاوها. هاد لي شوميز البنات جميع الالوان اي لون بغيتو غادي تلقاوه. عرفتوا دايرين اللوانات كاملين هادو كيجيو سامبل كيجيو كلاس وسبور في نفس الوقت على حسب اللبسه اللي نتوما غادي تلبسوا. المهم كلشي كلشي زوين كلشي كيحمق البنات. انا صراحه كلشي عجبني والله القاسم. المهم انا غادي نخليكم انا راه حاولت انني نصور معكم حيتاش البنات كيقولوا لي فاش خرجت شي بلاصه صوري معنا وكاينه وقيله وقيله يمكن كاينه شي بنيته كتبعني ماشي من مكناس واش مزوجه هنايا واش غير كتجي ضيفه. قالت لي زعما بقيت تشاركي معنا البلايص اللي كتمشي لهم هكا في مكناس باش هي تاخذ فكره. المهم انا فين ما مشيت غنبقى نقول لكم فين مشيت. مثلا مشيت لشي قهوه نقول لكم راه مشيت للقهوه ها فين جات مشيت لشي بليصه مشيت لشي ماكازا ديال الحوايج. المهم فين ما مشيت غادي نحاول هكا الا كان شي بنيته ما عرفاش نعرفها علاش لا. وخلاص بنات مكناس راهم عارفين لي ماكازا وعارفين المحلات ديال الحوايج وعارفين كل شيء.
وهنايا بانوا لينا الحواله، راكم عارفين كيديروهم جهه مرجان، ودزنا هكايا نشوفوا. غير بانت لينا الدنيا عامره، دزنا شفنا دغيا دغيا ومشينا في حالاتنا. جانا الجوع، دزنا هنايا كلينا، جلسنا واحد شويه ورجعنا في حالاتنا للدار. الكبيدات لقيتونا دخلنا للدار، يلاه دابا شويه باش مشات سلمى في حالاتها. صراحه دازت خريجه زويونه وبدلت الجو واحد شويه هكا مع بعضياتنا. وهادشي اللي كان الكبيدات، بغيت غير نقول لكم بسلامه حد هنا، غنكمل الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم، الا عجبكم ما تنساونيش من لي لايك، ما تنساونيش من التعليق الزوينه ديالكم. غادي نقول لكم بسلامه ونعاودو نتلاقاو فيديو واحد اخر ان شاء الله.